مرحبا، معكم ليث من فريق ميس الورد في حلقتنا الأسبوعية. اليوم جاي أحكي لكم عن آخر أخبار صناعة الألعاب الإلكترونية وعن دورات للتقام بشراكة مختبر الألعاب الأردني. طبعا معنا زميلنا محمد. كيف حالك محمد؟ أهلا ليث، شو الأخبار؟ حبيب، أنا جبتك اليوم عشان تحكي لي عن الدورة تاعت المرة الماضية اللي هي مسابقة الهاكاثون نزاهة مكافحة الفساد، صح؟ تمام. شفتك أعطيت فيها إيش أعطيت فيها أنت؟ هلا مبدئيا أنا أعطيت فيها كواليتي أشورنس. أها. هلا بالنسبة للهاكاثون ليث، هي مسابقة، هي استجابة لتوجيهات الملكية السامية لتعزيز دور المؤسسات بالابتكار والإبداع، أوكي؟ هلا أنا أعطيت فيها كواليتي أشورنس، أعطيتهم إنه كيف هم يفحصوا الجيم ويطلعوها خالية من العيوب. طب كانوا متفاعلين معك متحمسين ولا لا؟ هلا للأسف إني أنا ما شفتهم، بتعرف ظرف الصحي. آه. بس حسيت من الداخل إنهم كتير متحمسين بناء على الأسئلة اللي كانوا يسألوها وأنا بعطي المحاضرة. آه. كانوا مش مصدقين ويطلعوا بالجيم. طيب هسا نيجي نحكي عن هاكاثون وجيمز وهاي، ايش بعطيك هذه المسابقه ايش تعمل؟ هلا هي الفكره انه هم بدهم يطلعوا بجيم النزاهه، انه يسووا ثيم له علاقه بالنزاهه، الجيم تكون لها علاقه بالنزاهه. فهمت علي كيف؟ هي فكره الجيم. اه طيب، يعني بصير اثنين يتنافسوا مع بعض في افريقيا ولا كل واحد لحاله؟ هلا طلع كيف. هلا هم سجلوا 250 شخص. اه صفينا منهم 50، مش عشان ال 250 سيئين، بس احنا اخذنا النخبه. آه. بعدين ال 50 سوينا معهم انترفيو من خلال الهاتف، صفوا لغايه 25. هلا كيف موضوع الافرق اللي سالتني عنه، انه تقسموا لفريقين، فريق مبرمجين فريق مصممين. طبعا المبرمجين كان مسؤول عليه زميلتنا ايثار بالبرمجه، والديزاين كان مسؤول عنه عميد الشرايحه. طبعا هون بصيروا يتنافسوا، وبالاخير اللي بيفوز بالمسابقه هو بحصل على الجائزه. اها، يعني في جوائز. اه في جوائز. طب بس انت ما حكيت لي عن الاعمار. هلا الاعمار المختلفه، اي حدا ممكن يسجل ولا اعمار معينه كانت؟ هلا اللي سجل سجل، واللي ما سجل راحت عليه. ما بقدر اسجل هسا. لا حاليا ما بتقدر، عشان فعليا هي كانت التسجيل ما بين 11/20/2024. أه. فانتهى موعد التسجيل. اما بالنسبه للجوائز، يعني الحلو بالدوره علي انها هي فور فري. اه مش دفع يعني؟ لا ما في دفع. ففي جوائز، انت بتاخذ مصاري، تخيل انك انت بتتعلم وبتاخذ مصاري، فالشيء كثير كان حلو. فالمركز الاول كان بحصل على مبلغ 5000، والثاني 3، والثالث 2000. اه شكرا لك محمد، والتوفيق للطلاب، وان شاء الله نشوفكم في احسن مراتب ان شاء الله. الله يوفق الطلاب جميعا ان شاء الله. بدنا نقابل ايثار وعميل عشان نشوف كيف كان رايهم بهاي الدوره وشو اللي اعطوه للطلاب. اكيد. شكرا، اهلا.